الله الرحمن الرحيم. ها نحن اليوم كما كنا بالأمس نفتتح صرح جديد من صرح الخدمات، وهو المستوصف الصحي بمديرية الخوخة وسكن الأطباء أيضا. تم إعادة تأهيلهم وترتيبهم وتوسيعهم بطريقة تستوعب أكبر عدد من المواطنين. والحقيقة أن الهلال الأحمر الإماراتي ما فات يقدم الخدمات الخدمة بعد الخدمة، فإمارات الخير لن ننسى لها هذا الجميل. شكرا جزيلا. الأمور إن شاء الله خير مع تدخل الإمارات، إمارة الخير. احنا حصلنا الان على اجهزه ما شاء الله عليها بصراحه النبي، يعني اجهزه ما كناش نحلم بها، اكان للمركز هذا او للمركز الثاني للام والطفوله، ادوات ما شاء الله. وبالنسبه للخدمات اللي تقدم، هي ممكن تقدم عندنا كل شيء هنا، نستقبل اطفال، نستقبل المترددين للاستشارات، في معنا المكان حقنا ما في بش رقود، وانما رقود مؤقت، يعني يحتاج تغذية ويحتاج مغذية والحاجة نركضهم. معنا القسمين هنا، قسم للنساء وقسم آخر للرجال. معنا خدمة التحصين، خدمة رعاية الأم والطفولة. افتتاح المركز الخوخة الصحي، المركز الخوخة الصحية يأتي ضمن الخطط التي سوف تعيد التنمية لهذه المدينة أو لهذه المديرية. بدينا في المدارس قبل فترة، الآن اشتغلنا في القطاع الصحي، الحمد لله افتتحنا اليوم مركز الخوخة الصحي، بالإضافة إلى تجهيز مركز الأمومة والطفولة. مركز الأمومة والطفولة بعد ممكن يومين أو ثلاثة أيام إن شاء الله ويكون بعد مفتتح وجاهز ويستقبل المرضى كلهم. تم تجهيز هذه المستشفيات بكل المعدات، بكل الأجهزة الموجودة، المركز بالإضافة إلى الأغذية التي بعد حصلنا عليها من الهلال الأحمر الإماراتي، توفير كافة الأمور الموجودة في هاي المركز. بالإضافة إلى مركز الأمومة والطفولة تم تجهيز بغرفة عمليات للولادات القيصرية في حالة أن تعسرت الولادة. الجهود هنا دائما متواترة الحمد لله، والإنجازات كلها في تقدم بإذن الله. حقيقة لأول مرة أجهزة حديثة تصل إلى مديرية الخوخة، أجهزة كانت الخوخة تحلم بامتلاكها، بتوفر الوقت والجهد، وأيضا تخدم خدمة صحية راقية للأطفال المديرية وللأمهات. قاموا بتوفير أجهزة حديثة، كرسي أسنان مع كشافة حديثة، أيضا أجهزة مخبرية، أيضا تأثيث كامل وشامل مع الطوارئ، مع كرسي ولادة. نشكر إمارة الخير، نشكر الأخوة الإماراتيين على كل الدعم الذي يقدموه ولا زالوا يقدموه، دعم من كل النواحي، دعم عسكري ومادي، وأيضا توفير احتياجات المواطنين من كل النواحي. نشكر الهلال الأحمر على ما يقدمه لنا من دعم سخي للأمانة للمديرية في الجانب الصحي والتحليم كذلك. والله افتتحوا قبل عدة أيام مدارس في المديرية، وكذلك دعمهم في المجال الإغاثي. استلمنا أمس مخيمات للنازحين القادمين إلينا من الأرياف القريبة أو البعيدة من المديرية نفسها، وقمنا بنصب هذه الخيام، وسيصل إلينا عدد آخر من الخيام هذه لهذا المخيم. حقيقة يعني ما نجده من الدولة الإمارة الشقيقة يعني أعتبرنا شيء عظيم وكبير. قدموا لنا في كل المجالات، ما وجدنا منهم أي تقصير أبد، جزاهم الله خير. ونتمنى من الله أن يقدموا لنا أكثر وأكثر، لأن احنا بحاجة للأمانة. شكرا، قبضنا الحليب، قبضنا الريبي، شكرا على إمارة الخير.